قرى عين شكر والقلابات وأشتوكان في ناحية جبارة التابعة لديالا تحاول عصابات داعش تهجيرهم من خلال قصفهم بين الحين والآخر لسرقة أموالهم وإجبارهم على ترك أرض أجدادهم لتتحول إلى بؤر للإرهاب، وهذا ما يرفضونه. هاي قبل يومين صارت الشغلة بالقرية بين داعش وبين قريتنا قلابات، ولزبوهم وهسه صارت ذاك اليوم صارت هجموا على قريتنا قلابات، صار العركة بين الدواعش وبين قريتنا. قصفوكم؟ اي، وبالهاونات وبكيسيات ودوشكات رمون على قرية، وناس بيلعبوا بالطريق مال قلابات وتقعبوا على اسمه الشهيد. عند احنا صاحب العائلة ونسوان تعرض الجهال، كنا خفنا من الخوف، ضربوا المنطقة الثلاثة عرب، واحنا من خوف الجهال ما جهال كنا طلعنا. سكان تلك القرى بسطاء يعتاشون على الزراعة، أصروا على مرافقتنا مسلحين بطرق بديلة ووعرة. مطالباتهم لاقت آذانا صاغية، فقدمت سرية تابعة للجيش العراقي لحمايتهم وسترابط هناك كما يبدو. الحمد لله جيش توزع على أطراف القرى القرية، سواء نقاط أطراف القرية، وبالليل الدورية يفطر داير ما داير أطراف القرية يتمشون، ما ناموا للصبح. والله جينا جماعة جو تكاونوا بالقرية، وحنا هم خفنا انهزمنا، ماكو حماية مضبوط، ماكو شغلنا داشو. قصفتوا وقصفتوا؟ اي نعم، والله على الستر. ألا يهجروا مرة أخرى ويبتعد الإرهاب عنهم، مراد أهالي قرى قضاء كفر وجبارة التي تشكو الإهمال أصلا. من قرى القلابات أتل الأغا، الشرقية نيوز.